عشاق قناة حولي السرد بني مسكين، أسعد الله صباحكم اليوم مع تروباغ أو العودة إلى سنة 2017. وهذا الفيديو تم تصويره من طرف العم ديالي اللي كان من السباقين إلى تصوير خيرات لانوك وخيرات الحولي السردي بني مسكين. ومن لا يعرفه السي خالد نصر الله المتواجد حاليا بالديار الكندية، ولما شاف الحنين يعني رجع لي الحنين ديالو السنوات الغابره والسنوات من 2013 2014 حاول انه يرسل لي هذه الايقونه كما كتشوفوا معنا الاخوان هنا فحول ديال لانوك ديال واحد من كبار الكسابه في منطقه بني مسكين والمعروف جدا في المنطقه السيد دحوحي. اعتقد انه يمر بوعكه صحيه، نتمنوا له الشفاء من هذا المنبر. وكما كتشوفوا معايا اخوتي هنا خيرات بني مسكين تبارك الله، شوفوا معايا هاد الفحول ديال سنة 2017، يعني الخامة اللي عند الدحوحي والخامة ديال بني مسكين تبارك الله يعني معروفة، يعني هادشي علاش كيقولوا بني مسكين المركز الأصلي للسردي والسراد الحقيقي كاين في بني مسكين تبارك الله. كما كتشوفوا الإخوان خيرات الطبيعة وخيرات السردي، هادشي ما يزيدنا إلا فرح وسرور. كتشوف كسابة كيضربوا كيشاهدوا باش يعطيو ما أحسن ما لديهم، وتحياتي اليوم من هذا المنبر وتحيه للعم ديالي. هذه مرحله الان الرسم في لانوك ديال 2017، وان شاء الله هذا العام غنكونوا حاضرين وغنديروا لكم تغطيه شامله. بغيتكم غير تشوفوا معايا كيفاش كتمر الاجواء، وان شاء الله بقاو معايا غيكون هناك المزيد ان شاء الله.